السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما فتحت الملف لقيت فيه بعض المشاكل موجودة، تمام، فعايز أحدث المكتبة، فبقول له extension وأقول له show workspace reference، بيظهر معايا بالشكل دوت. فلو في أي باكج فيها مشكلة بقول له updated، تمام، فهي أصلا أنا مش مسطبها، فبيقول لي install، فبقول له سطبها. أوكي، فزي ما انت شايف اول ما اتسطبت المشاكل هي بدأت تتحل، هو بيعمل لها ابديت دهوت، وفعلا بدأ الملف يشتغل وبدأت المجسم يظهر معايا.